طيب انا عايز اسالك كابتن عبد الجليل امبارح على اداء اكرم توفيق. اكرم حتى في بلجيكا اتكلموا عنه انه كان بيجري وكانه بيحارب وكان مش عارف ايه، لعب رجولي وحماسي طول المباراه وحاله فنيه وبدنيه هو واصل للبيك فيها، يعني وصل لاعلى مستوى منها في التمريرات والتغطيه والسرعه والقرار، تطور كتير اكرم توفيق. دي علامه استفهام جامده لانه راجع من اصابه. أيوة. فاذا اكرم بنيانه قوي، فرق معاه روحه فرقه جدا. زائد التزامه، ما لسه هقول لك دي، زائد التزامه اللي هو بشغل المدرب، بشغل الراجل اللي بيقول له عليه بالظبط. فربنا يحرسه، لان هيجي له فتره بعد شهر اتنين هتلاقي دروب خفيف كده، فما يقلقش عشان يطلع تاني، ده طبيعي لانه انت شفت قلت وصل لايه؟ البيك بتاع مستواه بالظبط كده. فمفيش حد بيفضل كده على طول، لازم تنزل الشطاره ان اطلع تاني. مش عارف هو ميزه اكرم توفيق فعلا انه حتى لو نزل من 9 من 10 بينزل 7 من 10 جدع. يعني فاهم، مش ليه 3 مش ليه مش موجود. امبارح بيلعب لوحده الخط زي ما انت بتقول. لا وراسكو كمان واحد من احرف اللعيبه اللي في الدنيا، ودايما اصلا بلجيكا معظم لعبها من ناحيه اليسار دي، من الناحيه دي مش من الناحيه اليمين. فجراسكو كمان هو ده لاعب عليه مباراه مش طبيعيه، يعني جراسكو ما فيش، ده ريال مدريد ما لعبش على جراسكو كده، جراسكو بيلعب في اتلتيكو مدريد، دفاع ريال مدريد ما عملش على جراسكو الاداء ده. رايك ايه باكرم توفيق بقى؟ هو اكرم برضو الفتره ديت يعني برضو ان مساعدات طريقه لعب الاثنين المدربين. يعني في النادي الاهلي برضو بيخلوش يهاجم كتير، بيقف يدافع، فهو يعني ان انا دافع بس فانا ممكن اقدر اعمل كده في الفتره دي، هو مميز في الحته دي. ان انا ادافع وهاجم ديت هتبقى بالنسبه له صعبه. يعني هو بالنسبه له الامور لما ياخد الواجبين مع بعض فبيبقى بالنسبه لاكرم صعب، لان الريتم بتاعه لسه برضو. بس انا بقول له ما شاء الله، ربنا يحرسك، يعني اداؤه هايل قوي، الطريقه لكل مدير فني مساعداه. ممكن اقول لك على حاجه ليها علاقه بلعيب وسط ملعب، عشان حد شرحها لي قبل كده من النجوم الكبار، وعايزك تقول لي يعني. اكرم توفيق اول ما بدا كباك رايت في الواحد ضد واحد، التحديده اللي على اخر الخط دي اللي كان لعيب بياخده ويخش لجوه دي، حد قبل كده شرحها لي قال لي عشان هو بيخش دخله لعيب وسط ملعب، ما بيخشش دخله باك رايت اللي هو بجنبه. اكيد هتبقى في البدايه صعبه، صح؟ فيها تطوير كتير قوي في مستوى كابتن حسن. اي لعيب بيخش من بس هو خلي بالك كريم، هو ليه بيقطع الكوره؟ عشان ما بيسيبش مساحه بعيد عن المهاجم بتاعه. طول ما انت المساحه بتبقى قريبه، فانت لا اما ما يجي يعدي هتحط كتفك، لا اما هيجي يعدي تحط رجليك الشمال. امبارح لو ادى مساحه لو ادى الكورتين اللي ادى فيهم مساحه ترقص فيهم، صح؟ انت فاهم؟ فهي دي الميزه اللي عنده، عنده ثقه في نفسه عشان قوته البدنيه، فبيقدر لو رقصتني هجيبك تاني، لو عديت مني هلتحم معاك. فهي دي بيبقى الثقه في النفس. هوريك، هقول لك على حاجه. لو لما قطع الكوره يعني راح عمل كده وقعد يبص في الكاميرا، دي بتديله ثقه في نفسه، عشان الواحد لعب يعني لما بيجي يقطع عارف اللي هو جواك بقى ايه، وحش. انا هنا انا جامد. ايوه انت جراسكو انا بالزبط. انا يعني لو تاخد بالك في الماتش بعد ما قطع الكره دي وقف دقيقه كده يبص عليهم كده، ان انا لا انا جامد، انا في وحش حش عدي. في وحش 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 وحش، انا ما تعديش مني.